بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم مره تانية. ان شاء الله نقدر نحل مع بعض الجزء الثاني من يونت 2 اللي هو جنرال اكسرسايز على الدرس الاول والثاني. اول سؤال معنا النهارده بيقول ذا فيرب سيبريت از ان انتونيم تو ذا فيرب نقط. كلمه سيبريت او الفعل سيبريت اللي معناها منفصل له عكس كلمه من دول او فعل من دول. عندي فعل جذر يجمع عكسها سيبريت، هي دي الاجابه بتاعتنا. عندي سبريد معناها ينشر، سكراتش معناها يخدش، ويك معناها يوقظ اي يصحي حد من النوم، فسيبريت عكسها جذر. فعل سبريت اللي هو بمعنى يفصل او منفصل عكسه جذر اللي هو يجمع. رقم 2 some people doubt the knot of life at the very bottom of the ocean. بعض الناس بتشك كلمة doubt او فعل doubt معناه يشك فيه، بيشك في وجود حياة في عمق البحر او في عمق المحيط. عندي exist فعل ولا existence اسم بمعنى الوجود ولا existing ولا exist، فهاخد رقم B existence الاسم بيشك في وجود، عايز هنا الاسم بعد كلمة ده. 3 It's not in America to eat turkey on Thanksgiving day. التقاليد الأمريكية إن الناس بتاكل التركي اللي هو الديك الرومي في Thanksgiving عيد الشكر. عندي modern عصري ولا dated ولا updated ولا traditional، فياخد traditional. حاجة تقليدية من التقاليد عندهم إن هم بياكلوا ديك رومي في عيد الشكر. 4 By spring all the knots had melted and the ground is bare once more. في حلول وقت الربيع أو فصل الربيع كل التلج بيدوب. عندي ميتال الميتال هو اللي هيدوب، ميتال اللي هو المعدن، سنو اللي هو التلج، بلاستيك اللي هو البلاستيك، سبونج اللي هو الاسفنج، فياخد رقم B كل التلج بيدوب. 5 the airplane that crashed in the mountains was carrying over 500 knots. الطياره اللي تحطمت في الجبال كانت بتحمل اكتر من 500 نقط. 500 pilots طيار ولا hosts مضيف طيران ولا passengers ركاب او مسافرين ولا hostesses اللي هم مضيفات. كلمة host معناها مضيف للمذكر، hostess معناها مضيفات للمؤنث، فكان عليها أكثر من 500 passengers راكب، الطيارة عليها أكثر من 500 passengers. 6 I'm really not that my teacher or my teacher remembered my birthday. أنا مندهش جدا إن المدرس بتاعي افتكر عيد ميلادي. I'm really surprised ولا surprised ولا surprising ولا surprisingly، فياخد رقم B. I'm really surprised أنا مندهش. الصفة الأخيرة إيه دي بتوصف حالة الشخص. انا شخص مندهش، انا انسان مندهش. I'm surprised. رقم 7 It's natural to be nervous before an important knot such as wedding. من الطبيعي انك تكون متوتر قبل حدث مهم زي الزفاف او الجواز. عندي an important accident حادثة ولا plan خطة ولا event حدث ولا feast، فياخد رقم C event an important event. من الطبيعي انك تكون متوتر قبل حدث عظيم او قبل حدث كبير. رقم 8 I can't eat this fish or shrimps because I'm allergic to نقط. ما اقدرش اكل السمك عشان انا عندي حساسية للنقط. allergic to معناها حساس لي، خدتها في سنة اولى. allergic to seafood المأكولات البحرية ولا dairy منتجات الالبان ولا polarity ولا legumes، تاخد رقم ايه. الفيش والشريمس دي مأكولات بحرية seafood. 9 the drink which is made نقط cherries was really delicious. المشروب اللي اتصنع من الكرز كان لذيذ. عايز اقول هنا مصنوع من ميت ان ولا انتو ولا فور ولا فروم، فاسمها ميت فروم. المصنوع من ميت فروم. 10 It's that bitch today and we are going out for a meal to not. عيد ميلاد والدي واحنا هنخرج عشان ناكل وجبة نحتفل بيها. ميل تو سيبريت ننفصل ولا كوميموريت ولا سيلبريت ولا ريليت، فياخد رقم سي a meal to celebrate وجبة هنحتفل بيها بعيد ميلاد والدي. 11 A good business person can quickly make an important knot. رجل الأعمال الناجح أو الشخص اللي بيعمل بيدير أعمال وهو ناجح فيها ممكن يتخذ قرار مهم بسهولة أو بسرعة. An important decide ولا decision ولا decided ولا decisive، هياخد رقم B make decision. Make decision اصنع قرار أو يتخذ قرار. 12 Make sure that you add the correct amount of water to the food recipe. خليك متأكد إنك ضفت الكمية الصحيحة من المية لوصفة الطعام. تأكد إنك أضفت الكمية الصحيحة. عندي quality معناها جودة، quantity كمية، equality اللي هو المساواة، equity فياخد رقم B correct quantity الكمية الصحيحة. رقم 13 The new coach's job includes looking not under 21 team. الوظيفة الجديدة بتاعت الكوتش أو المدرب إن هو يعتني بالفريق إن هو أقل أو تحت 21 سنة. عايز أقول هنا يعتني بيه، يعتني بيه هي looking for ولا up ولا like ولا after. looking after
يعتني بـ looking after أو look after. 14 after the accident the young lady was the last not member of the family. بعد الحادثة الفتاة الصغيرة أو الشابة كانت هي آخر شخص ينجو، الناجي الأخير، the last survive ينجو ولا survival النجاة ولا surviving شخص ناجي ولا survive، هنقول the last surviving آخر شخص نجا. 15 the adjective tasty is a synonym to the adjective not. كلمة تيست معناها لذيذ، صفة بمعنى لذيذ أو شهي، معناها كلمة من دول أو ليها نفس المعنى بتاع كلمة من دول. عند accepted مقبول، horrible فظيع، delicious لذيذ، strange غريب، فياخد رقم سي. tasty بتساوي delicious. 16 climbing mountains is more dangerous not swimming. تسلق الجبال أكثر خطورة من السباحة. more dangerous to ولا than ولا from ولا like، فياخد رقم بي. more dangerous than. More dangerous than. More وصفة طويلة بعدين كلمة than. 17 climbing mountains is the most dangerous sport in the world. دي كانت مقارنة، الجملة الأولى كانت مقارنة والثانية تفضيل، وعندي حرف الجر N اللي بيجي مع صيغة التفضيل. هقول إن is the most dangerous sport. أخطر رياضة في العالم. 18 the north building in our city is the central bank. أطول مبنى في المدينة بتاعتنا هو البنك المركزي. عارف الجر إن برضو، وهنا هاخد صيغة التفضيل. much taller ولا tall ولا tallest ولا taller، فهاخد رقم C. the tallest building أطول مبنى. 19 I was feeling tired last night so I went to bed not than usual. كنت تعبان امبارح عشان كده نمت بدري عن المعتاد. to bed earlier ولا much early ولا later ولا more early، فهاخد الأولانية. earlier than usual، كنت تعبان عشان كده ذهبت إلى السرير أو نمت بدري عن المعتاد. 20 I would like to have a not reliable car. The one I have keeps breaking down. reliable معناها يمكن الاعتماد عليها، أنا عايز سيارة أقدر أعتمد عليها أكتر من العربية اللي معايا عشان بتتعطل كل شوية. عندي a most ولا a much ولا more ولا less، هقول a more reliable car. more reliable car. 21 traveling by train is not cheaper than traveling by plane. السفر بالقطر أرخص من السفر بالطيارة. عندي more cheaper ولا much ولا many ولا most، هقول much. more ما بيجيش مع صفة أخرها ER. many و most مش بستخدمهم، اللي بستخدمها هي كلمة much. مجموعة كلمات بحطهم قبل الصفة صفة المقارنة عشان أبين درجة الاختلاف بين الحاجتين اللي أنا بقارن بينهم. 22 I can't hear you could you speak a little not please. أنا مش سامعك، ممكن تتكلم بصوت أعلى من فضلك. عندي loudly ولا loudest ولا loud ولا louder، فهقول louder. اتكلم بصوت اعلى من الصوت اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي، صوت اعلى اكتر علوا، louder. 23 the stress is not of all you have tried one yet او on yet. الفستان ده احسن واحد جربتيه حتى الان. عندي nicer ولا nice ولا the nicest ولا as nice، فهاخد رقم C. صيغة التفضيل عشان عندي حرف او حرف جر of اهو، of all معناها من بينهم جميعا، من بين كل اللي جربتيهم فده احسن واحد. 24 I regret selling my car. It was not a decision I have ever made. عندي انا بندم على ان انا بعت السيارة بتاعتي، ده كان اسوأ قرار انا اتخذته. الصيغة دي احنا عارفينها كتير وشفناها كتير المرة اللي فاتت، كان بيجي الاول، كان بيجي هنا صيغة التفضيل، وهنا have او has وever والتصريف الثالث. كان بيجيب هنا صيغة التفضيل بعدين هنا have او has ever والتصريف الثالث. كل مرة كان بيطلب مني كلمة ever، إلا المرة دي جايب لي إيفر مطلوب مني إن أنا أجيب هنا صيغة التفضيل. صيغة التفضيل هنا it was the worst، الأسوأ. تعبير ثابت، صيغة التفضيل بيجيبها هنا في الجنب الشمال، والجنب التاني أو الناحية التانية بتكون have أو has ever والتصريف التالت. 25 the Pacific Ocean is the world's not ocean. المحيط الهادي هو أعمق محيط في العالم. عندي deepest ولا the deepest ولا deep ولا deeper. الصيغة دي جايب لي the world's، هو جايب لي كلمة ده أصلا فأنا مش محتاجها هنا، مش هحتاج اكررها تاني، فهقول the world's deepest. the world's deepest اعمق ocean او اعمق محيط في العالم. 26 I come from a large family but my grandfather had a not one. انا بنحدر من عيلة كبيرة لكن جدي نقط، عنده عيلة اكبر او اصغر الله اعلم. had a large ولا the largest ولا much large ولا larger، فهقول larger. had a larger one، عنده عيلة اكبر من العيلة ان انا جيت منها. 27 he got the best marks in the class. this means that he got more than anyone else. جيب لك هنا في الجملة الأولانية أو في الجملة الأولانية صيغة تفضيل،
هو جاب أفضل درجات في الكلاس كله في الصف كله، هذا يعني إن هو جاب درجات أعلى من أي حد تاني. هنا استخدمت صيغة تفضيل، هنا استخدمت صيغة مقارنة، هنا أختار مقارنة هي got good ولا better ولا best ولا most، وصيغة المقارنة هنا هي كلمة better. better marked than anyone else، درجات أعلى من أي حد تاني. 28 my car is more modern than Ali's car but Yasser's is not، السيارة بتاعتي أحدث من السيارة بتاعت علي بس السيارة بتاعت ياسر هي نقط. عندي the most modern الأكثر تحضرا، more modern مقارنة، most modern moderner، فياخد هنا the most modern، السيارة بتاعت ياسر هي الأكثر حداثة the most modern. 29 هاني had 3 plates of food he was not of all his friends، علي تناول 3 أطباق من الطعام، كان أكتر واحد جعان من بين كل أصحابه of all من بين الجميع. عندي hungrier ولا hungry ولا the hungriest ولا much hungrier، هنقول the hungriest، كان أكتر واحد جعان من بين كل أصحابه. 30 we have only little time for this exercise but in the examination we will have even more time، عندنا وقت قليل قوي عشان نعمل التمرين ده، لكن في الاختبار هيكون عندنا وقت even نقط، هيكون عندنا وقت أقل. even the least ولا less ولا little ولا listen، even محتاج بعدها صفة مقارنة، محتاج صفة مقارنة فاختار رقم B even less time، عندنا وقت أقل. بعد كده أسئلة الأكمل، أول واحدة in Egypt we have many festivals which we celebrate with some not ways that start many years ago، احنا عندنا في مصر احتفالات كتير أو مهرجانات كتير بنحتفل بيها بطرق، الطرق دي موجودة من زمان، الطرق اللي موجودة من زمان هي طرق traditional تقليدية ولا fashionable ماشية على الموضة، فأكيد حاجة موجودة من years ago أو من سنوات بعيدة، أكيد دي حاجة اسمها traditional، حاجة تقليدية، حاجة قديمة old fashioned. one of these festivals is شم النسيم، واحد من الاحتفالات دي أو المهرجانات دي هو عيد شم النسيم. on this day families usually meet together and have picnics، في هذا اليوم الناس غالبا بتتجمع مع بعضها وتطلع في نزهات، بيكنيكس معناها نزهات، عندنا get together، get together معناها يتجمع أو يقابل. they usually eat not cheerfully in the open air، بيتناولوا الطعام في الخارج بسعادة، عندي in وال out فاسمها eat out، مش معنى out عشان قايل لك هنا in the open air في الهواء الطلق بعيدا عن البيت خارج البيت. some families not some sorted fish many days before، بعض العائلات بتجهز سمك مالح قبلها بشوية أيام أو بعدة أيام، عندي prepare و acquire هقول رقم إيه، prepare بيجهزوا. it's not with green onions and salad، بتقدم مع green onions بصل أخضر وسلطة، بتقدم مع، عندي preserved معناها تحفظ، served معناها تقدم أو تم تقديمها فياخد رقم B served، قلت إن كلمة serve معناها يخدم فلما بجيبها مع أكل فتبقى معناها يقدم، serve food يقدم الطعام. it's believed that this day has been not since the time of pyramids، يعتقد إن العيد ده أو اليوم ده بيحتفل بيه من أيام الفراعنة، عندي forgotten ولا celebrated فياخد رقم B celebrated، بيحتفل بيه منذ أيام الفراعنة، forgotten معناها تم نسيانه، لو إحنا نسيناه مكناش احتفلنا بيه دلوقتي. بعد كده في الانزا سبيس هنفرض ان انا هاخد الصفة دي وهحط لها احولها صيغة مقارنة او تفضيل، عندي قصر النيل is not hospital in Egypt، in Egypt في مصر كلها، فانا هنا محتاج صيغة تفضيل هقول the busiest، رقم واحد هتبقى the busiest، عندي in Egypt في مصر كلها فانا كده بحتاج او بتكلم عن صيغة تفضيل. it has not medical equipment and not fast ambulance in the city، برضو في المدينة كلها، فدي صيغة تفضيل، اتنين وتلاتة هيكونوا تفضيل، هنقول the most modern medical equipment and the fastest ambulances in the city، عنده أكتر medical equipment، أكتر معدات حديثة، أكتر معدات طبية حديثة وأسرع سيارات إسعاف، the fastest. its waiting lists are not short than other hospitals and many people say the medical staff are not caring in Egypt، قائمة الانتظار بتاعته اللي هي the waiting list not than، not than هنا كلمة than بدل على المقارنة، فأنا هنا محتاج مقارنة فهقول shorter than، shorter than أكثر من، وعندي are not caring in Egypt، in Egypt في مصر كلها، فأنا هنا محتاج صيغة تفضيل،
هقول the most caring. The most caring. آخر واحدة اللي هي رقم 6 دي جايب لك هنا has نقط good job in the hospital. In the hospital في المستشفى كلها. برضه هنا صيغة التفضيل فهقول the best. good صيغة التفضيل منها best. the best. the best. مش محتاج تقرأ كل ده من أول أمال ده. ده ميهمكش في أي حاجة. أنت بس عارف إن دي هتبقى صيغة التفضيل فعشان كده good هتبقى the best. هسيب لكم الترجمة بتاعت القطعة تحت الفيديو لو حد عايزها. أنا مش هقراها دلوقتي عشان هي طويلة. هترجمها كلها بالعربي. هنزل لكم الترجمة كلها بالعربي تحت الفيديو لو حد عايز يقراها بالعربي. دلوقتي نشوف الأسئلة بتاعتها. أول سؤال: According to the information you read in the article, which statement is true about Bubble Jump؟ بناء على الحاجات اللي أنت قريتها في المقال، إيه واحدة من دول، إيه واحدة، إيه الاختيار من دول اللي صح بخصوص البابل جامب اللي هي علكة الفقاعات اللي بتعملوا بيها أنابيب بي؟ عندك الاختيارات: Jump was first invented by Thomas Adam in 1871، تم اختراعها بواسطة توماس آدم سنة 1871، ولا والتر ديمر called his modern day bubble jump هوبا بابا؟ فالإجابة بتاعتنا هنا هتبقى رقم C. رقم 2: Based on the information in the article, what did Chadfield do؟ إيه اللي Chadfield ده عمله؟ عندي he made bubble gum out of resin، ولا he manufactured chewing gum made out of chocolate، ولا he invented modern bubble gum in a lab، ولا he blew a 20 inch bubble in 2004؟ هاخد رقم دي الأخيرة. رقم 3: What ingredient in modern day bubble gum makes it stretch؟ ايه المكون الحديث اللي بيخلي اللبان يسترتش يتمدد؟ الكورن سيرب ولا الليتكس ولا فلاورينج ولا الشجر؟ فياخد الليتكس. اخر واحدة: The word swallow means not. كلمة swallow دي معناها ايه؟ عندي cause food or drink to pass down the throat، ولا the body's way of breaking down food، ولا make a large quantity of something using machinery، ولا putting bad food in dust bins ان يخلي الاكل والطعام الطعام والشراب يمر خلال الحلة. دي اسمها سوالو. الأسئلة المقالية: Is chocolate still used to make bubble gum? Why or why not؟ هل لسه هم بيستخدموا شجر الشوكليت ده عشان يعملوا إيه البابل جم اللي هو علكة الفقاعات ولا لا؟ الإجابة هي لا. الإجابة هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. Chocolate is not used to make bubble gum anymore because chemists now make artificial جام ان لابس، بيعملوا حاجات صناعية في المعامل. رقم 6: A myth is a popular belief that is not true. What are two myths about bubble gum that some people believe؟ الناس الأول كانت مصدقين إن العلكة لو أنت بلعتها، لو بلعت اللبان هيلف حوالين أمعائك في معدتك وهيسد كل حاجة. كان في ناس كمان بتقول إن هما اللبان بيقعد في بطنك 7 ساعات أو 7 سنين. فدي هم الاعتقادات الخطأ اللي كانت موجودة عند الناس زمان. هنجيبها من القطعة اهو. من اول هنا دي كان اول واحدة، والتانية هتكمل برضو كده: Other even believe that gum stays there for 7 years. ناس بتقول ان هي هتلف في معدتك استومك اللي هي المعدة وهتسد لك كل حاجة، والتانيين كانوا بيقولوا ان هي هتفضل موجودة في بطنك 7 سنين. سبعة: Find words from the passage that mean not. عايز كلمات من القطع معناها الحاجات دي: worthy of admiration، جدير بالإعجاب. أنا عايز حاجة معناها جدير بالإعجاب. لكن عندي في القطعة كلمة اسمها impressive. impressive. impressive معناها مذهل. تمام، فمذهل هي جدير بالإعجاب. رقم B: expert in chemistry، شخص خبير في الكيمياء. فده اسمه chemist، الخبير في الكيمياء اسمه chemist. آخر واحدة: What do you think the benefits of chewing gums are؟ ايه هي فوائد اللبان؟ هنا بيسألك عن رأيك، فانت ممكن تكتب اي اجابة. انا مثلا ممكن اقول it relieves stress. it relieves stress، بيقلل التوتر. اي اجابة هنا تكتبها هتتحسب لك صح. اي حاجة او اي جملة صحيحة هتكتبها، صحيحة لغويا طبعا كلمات وجرامر، هنا هتكتب لك صح او هتتحسب لك صح. انا هقول مثلا it relieves stress، بتقلل الضغط او التوتر. بعد كده الترجمة من العربي للانجليزي من الانجليزي للعربي هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة.
كده يكون الفيديو خلص. انا عارف ان انا اللي حليت قطعه ما قريتهاش وما قريتش برضو الترجمه، بس مش عارف، اعتقد كده ان احنا بنوفر وقت اكتر في الفيديو. كده كده الترجمه هتظهر قدامكم والكلمات بتاعتها برضو هتبان، فانت مش محتاجين ان انا اقراها حتى. كده يكون الفيديو خلص. انا مش حابب ان انا اضيع وقت في الترجمه والقطعه، انتوا بس خدوا الاجابه بتاعتهم والكلمات اللي مش عارفينها هتلاقوها، وشوف قارنها انت بالاجابه بتاعتك لو انت حليت القطعه قبل كده او ترجمه قبل كده، قارنها بالترجمه بتاعتك وشوف الى حد ما هي قد ايه متناسقه مع دي. كده يكون الفيديو خلص. اتمنى تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لو حابب تتابع معانا بالفيديوهات اللي جايه شرح وحل.